تمام، نبدأ بقى في الجزء التاني الاناليسيس، ازاي اعمل حالة الالجوريزم ده هيشتغل في على حسب الانبوت اللي داخل لي ولا مش هيشتغل، هل هياخد وقت كبير، هل هياخد وقت معقول ممكن اخلص فيه كل ده. اول حاجة انا ازاي بقى انا في الاول الافيشنسي بتاعت الالجوريزم، ان انا ما هو ازاي اقول الالجوريزم ده efficient، ان هو التايم بتاعه يكون ما يكونش زيادة قوي عن حل البروبلم، يعني مثلا ما تكونش مثلا مشكلة صغيرة اقدر احلها مثلا بلوب واحدة، فانا اروح اعمل 3 نصف لوبس ورا بعض عشان اطلعها، تمام؟ ده هياخد وقت زيادة، تمام؟ فده كده مش efficient، انت مش مسألة صغيرة كبرتها قوي، فده كده مش efficient. طيب الحاجة التانية الميموري، يعني ايه الميموري؟ مش يعني ايه الميموري طبعا، يعني مثلا حاجة وليكن انا محتاج اجيب السم بتاع ارقام معينة من 1 2، هو يدخل لي الارقام وانا هطلع له السم بتاعه، هل انا وانا باخد الانبوت اقدر احسب السم بتاعهم صح؟ يعني اقدر مثلا اقول له انبوت الاكس وازود واعمل انيشاليز مثلا للسم بزيرو قبل ما اخد الانبوت وازود على السم ده الاكس صح؟ واحسب السم. طيب في ناس مثلا ممكن تقوم جاي عامله اري مثلا وتسجل فيه الفاليوز، وبعد ما تسجل الفاليوز تحسب. طب ايه الفرق هنا؟ الفرق هنا ان انا عملت السم بكل حاجه وما استخدمتش ميموري خالص، هو بس الميموري اللي بسجل فيها الانبوت بتاعت اليوزر، تمام؟ اللي هي الاكس، والاكس ده كل شويه بيتغير، فانا يعتبر ما استخدمش ميموري. انما انت عملت اري واخد سبيس ان، يعني واخد ان اليمنتس في الاري ده ايا كان اليوزر دخل لي ايه على الفاضي ملوش اي لازمه، تمام؟ فهو ازاي نحدد تايم افيشنت، ازاي نحدد ان هو الالجوريزم افيشنت، ان هو ما يكونش بيستخدم ميموري زياده على الفاضي او تايم زياده على الفاضي كان ممكن يستخدم اقل، تمام؟ فانا هو الانالكس فريم ورك بالتايم افيشنسي بشوف هو سريع قد ايه، والسبيس افيشنسي هاو ماتش اكسترا ميموري ات يوزز، تمام؟ مبدئيا ايه الحاجات اللي ممكن تاثر على على التايم وعلى الميموري؟ اكيد مش الالجوريزم اللي انت كاتبه بس، ساعات مثلا ممكن اكون انا كاتب الالجوريزم نست الدوبس في بعض 2 3 4 5، الالجوريزم ده طبيعي يعني هياخد وقت كبير، بس في فتره عادي ممكن حاجه زي دي تعدي، يعني ممكن مثلا ال n باور 3 مثلا، لو انت مدخل لي ال n دي ب 100 الالجوريزم بتاعي هيشتغل ويبقى efficient وهيطلع الإجابة بسرعة، تمام؟ إنما لو دخلت لي 1000 ساعتها لأ، تمام؟ فالفاكتور الكبير بيكون الـ input size، تمام؟ أكتر من الـ algorithm نفسه مكتوب فيه إيه؟ طيب الـ unit of measuring running time. طيب مبدئيا إحنا قلنا في المرة اللي فاتت إن أنا مقدرش أقيس الـ time بالظبط، ليه؟ في فاكتورز كتير بتكون في الموضوع ده، إيه هي مثلا؟ مثلا السبيد عندك انت اسرع مني، البروسيس بتاعك احسن ايا إن كان، انت اسرع مني في الحل، فطبيعي ان انت التايم اللي انت استخدمته مثلا هيكون اقل من التايم اللي انا استخدمه، فانا ما اقدرش اقول مثلا الالجوريزم ده هياخد 100 ثانيه، ما اقدرش اقول كده. ليه؟ ممكن على جهاز تاني مثلا هياخد 120، ممكن عند حد تاني ياخد 80 ثانيه، هكذا. ده ليه؟ عشان انت السرعه بتاعت كل سي بي يو بتختلف عن التاني، تمام؟ في حاجه تانية برضو الكومبايلر، ايه الكومبايلر ده؟ مثلا لو في ناس فاكره زمان مثلا في كود فورسز، اما كنت مثلا بتعمل سبميت لسولوشن بالجافا تلاقي واحد عامل سبميت لسولوشن بسي بلس بلس تلاقيه هو اخد 15 ملي سكند وانت اخدت 200 وشويه ملي سكند. ليه ده؟ السي بلس بلس بتكومبايل اسرع ايا كان السبب، دي برضه حاجه يعني خدها في الحسبان، مش كل الناس بتستخدم نفس لغه البروجرامنج لانجويج، مش كل الناس بتستخدم نفس الكومبايلر، فبالتالي مش كل الناس ما اقدرش اقول برضو ان الالجوريزم اللي اخد عندي 15 ملي سكند وانا شغال بلغه معينه على كمبيوتر معين هياخد عندك انت برضو نفس ال 15 ملي سكند، تمام؟ فاحنا محتاجين ايه؟ محتاجين نعمل ميجر، قلنا ما اقدرش اقيس التايم بالظبط، بس محتاجين نعمل ميجر تقيس مثلا الابروكسيمت تايم اللي هي ايه؟ اللي هي اسمبتوتيك كونسيشن، هنشوفها دلوقتي.
فانا ان الحاجه اللي الجزء بتاعي بيعتمد عليها الانبوت سايز. تعال نشوف هنا مثلا، هنا عندنا الان ده الانبوت سايز بتاعي. انا مثلا ده الجريدم البيج او اوف ان بتاعته بواحد بسكوير ان، وهنا عندنا الجريدم البيج او اوف ان بتاعته بان فاكتوريال. واخد بالك ان فاكتوريال ده طبعا بياخد وقت كتير جدا، تمام؟ طيب انا عندي هنا ده اخد مني واحد، عمل خلصت اكتيشن واحده، وهنا برضو خلصت اكتيشن واحده، مع ان ده يعني ابطا من ده بكتير، تمام؟ طب ليه حصل الكلام ده؟ قلنا ان مش مهم بالنسبه لي الكود اللي انت كاتبه ده في قد ايه كود، في قد ايه لوبس، في قد ايه ستيتس، في قد ايه كل الكلام ده. المهم بالنسبه لي اكتر حاجه بتاثر هي الانبوت سايز. هنا عشان الانبوت سايز صغيره فما بانش الفرق، بس تعالى هنا مثلا بنلاقي انبوت سايز كبيره شويه مثلا 16 مثلا. بص الفرق ما بين سكوير روت ان هنا 4، والفرق ما بين هنا 2 وجنبها 13 صفر، فطبعا في فرق شاسع. فهو بالنسبه لي انا يعني اكتر حاجه مؤثره بالنسبه لي الانبوت سايز، اللي هي الان عاده بتكون في احسن حاجه. عندنا حاجه اسمها الورست كيس، البيست كيس، والافريج كيس. ايه الكلام ده؟ طيب في الاول خالص لما كنا بنتكلم على السيرش، انا ازاي بعمل سيرش في اري؟ بانشاليز الاي بزيرو وادور هل الاي يعني افضل ماشي لغايه اما الاقي الاي اوف اي اللي بتساوي الكي اللي انا بدور عليه، صح؟ طيب انا هنا بفضل ماشي لغايه اما الاقيه، لقيته بطلع من اللوب وبريتيرن الاندكس بتاعته، ما لقيتوش بطلع من اللوب برده وبريتيرن نيجاتيف 1. طيب ايه الورست كيس بتاعتي هنا؟ الورست كيس بتاعتي ان انا امشي من الاي لغايه الان وما الاقيهوش مثلا، او الاقيه في اخر element كده، انا اضطريت الف على الاري كله. فالورست كيس بتاعتي هتكون ان انا الف الايتيشن كلها. طيب ايه البيست كيس بتاعتي؟ هنا انا قايل له لو الاي اي اصغر من الكي اعمل اللوب، نوت ايكوال الكي سوري. طيب لو الاي اي ايكوال الكي من اول مره مش هيخش في اللوب اصلا، هيعمل مش هيخش في اللوب اساسا، هيرتن الاي على طول، تمام؟ فهنا البيست كيس بتاعتي ان الاي اي ان الكي سوري اول عنصر في الاري، تمام؟ ساعتها ده هتكون او اوف 1 او او اوف كونستنت. ايه اول عنصر لقيته؟ هو ده البيست كيس بالنسبه لي. طيب ايه الافريج كيس؟ الكيس العاديه اللي هي بتبقى ما بين الورست والبيست، لقيته في النص، لقيته مثلا عند الاندكس الثامن كده، ده بالنسبه لي الافريج كيس. طيب احنا يعني هو تقييم في الكلام هنا في ماث كتير، بس هو يعني انا اعتقد مش علينا الماث ده، بس في حاجه عايزين بس نقولها دلوقتي. لو انا قلت لك ايه هو الورست كيس بتاعت السيكونشال سيرش، تمام؟ انت عارف ان الورست كيس بتاعتها ان انا الف على الاري كله، فهتقول لي ايه؟ طيب لو قلت لك ايه البيست كيس هتقول لي واحد، تمام؟ ان انا لقيت العنصر وقمت جيت طالع من اللوب على طول من اول مره. طب تعالى بقى لو جيت لك العكس، لو جيت قلت لك عشان دي حاجه الدكتور اتكلم فيها، لو جيت قلت لك هنا اف ان تساوي وليكن ان، يعني ايه؟ يعني الفانكشن بتاعت الان بتساوي الان. طب لو جيت قلت لك ايه البيست كيس بتاعتها؟ يعني بن النوتيشن بتاع البيست كيس بتكون ثيتا، بس مش عارف مش لاقيها في الكيبورد دلوقتي فمش مشكله يعني. بتقول لي طلع لي الثيتا بتاعها، هل انا اقدر هنا اقول لك ان الثيتا بتاعتها ان، او ان الثيتا بتاعتها واحد، او ان الثيتا بتاعتها ان على اتنين مثلا؟ ما اقدرش. ليه؟ عشان انت هنا مش محدد لي انا همشي لغايه فين، تمام؟ انا ممكن اكون مثلا عامل لوب من اي لان من حاجه معينه، بس في كل الحالات انا هفضل ماشي اللوب ده لاخره. يعني مثلا وليكن انا بلف مثلا على اللوب ده عشان اجمع الاندكس الاليمنتس اللي في الاري، تمام؟ طب ده البيست كيس بتاعته برضو ان، انا ما قدرتش احدد من هنا. قدرت احدد امتى؟ لما قلت لك ده هيبقى سيكونشال سيرش، مفهوم؟ طيب لو جت حاجه زي هنا دايما 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 هختار الورست كيس اللي انا عارفه، ان هو قال لي الاف اوف ان بتساوي ان، فانا عارف ان الورست كيس ان، تمام؟ دي حاجه دي الدكتور يعني قال لنا كده، ما لو جات لك مثلا هتطلع لي الثيتا طلع لي الاوميجا عاملهم كلهم على انهم الورست كيس. لو جات لك فانكشن ماثيماتيكال، طب لو جات لك فانكشن كده لا، هنا بقى انت عارف البيست كيس بتاعتك هتكون ايه، وعارف الورست كيس بتاعتك هتكون ايه، والافريج كيس بتاعتك هتكون ايه. تمام، احنا كل الكلام ده.
او زي ما قلنا البيج او نوتيشن ده بي يعني بالظبط اللي هو الورست كيس اللي احنا كنا بنتكلم عليه. طيب البيج اوميجا دي الافريج كيس، والبيج ثيتا دي البيست كيس. اتفقنا لو قال لك انا عايز البيج ثيتا بتاعت فانكشن وكاتب لك الفانكشن ماثيماتيكلي كده هتعملها على انها بيج او عادي، انها ورست كيس عادي. طيب لو جه قال لك مثلا هات لي مثلا الثيتا دي، مش عارف ما ماشي، لو قال لك هات لي الثيتا بتاعت السيكوينشال سيرش هتقوم جاي له ايه 1. تمام، دي النوتيشنز بتاعتها، يعني يا ريت تكون حافظ شكلها بس. هنا زي ما قلنا الورست كيس دايما بالنسبه لي هتكون اكبر من السي جي اوف اللي هي التي اوف ان او الثيتا اوف ان، تمام، او هتكون طبعا برضو في كل الاحوال اكبر من الافريج، من البيست كيس، من البيست كيس والافريج كيس. البيج اوميجا نفس الكلام، لازم البيج اوميجا دايما تبقى اكبر من البيست كيس. حاجه بقى عايزين نقولها دلوقتي، لو انت عندك فانكشن مثلا زي دي ماشي n power 3 10n squared مثلا زائد 4n زائد 2، اتفقنا انا بالنسبه لي البيج او انا عايز اكبر ترم. ليه؟ من الاخر انا هقول لك البيج او دي function of n of n power 3، بس انا عايز انها function of n power 3. ليه function of n power 3؟ ان n power 3 اكبر رقم بالنسبه لي. عشان اختصر لنفسي، لو حد مثلا عايز وليكن في محاضرة دلوقتي، لو حد عايز مثلا اعرف انا لو داخل لي مثلا 100 هل اقدر احلها بالجزم ده ولا لا، هل مضطر احسب كل الترم؟ لا. ليه؟ بالنسبه لي ده اكتر ترم مهم. تمام، عشان كده بالنسبه لي البيج او هتبقى اكبر ترم، بس يعني تعتبر البيج او بقولهم دي فانكشن اوف ان باور 3. تمام، فانكشن اوف ان باور 3 مش الفانكشن بالظبط بتطلع كام. طيب قلنا هنا لو جالك قال لك طلع لي البيج ثيتا بتاعتها هتعملها برضو، هتقول له البيج ثيتا اوف ان باور 3، هتعملها كمعامله الورست كيس بالظبط. لو فانكشن ماثيماتيكال، لو جايب لك قال لك سيكوينشال سيرش انت عارف بقى ساعتها البيج ثيتا والبيج، انا عدت الحوار ده كذا مره بس يعني عشان مهم. برضو الكلام ده مش فاكر ان احنا اخدناه صراحة. تمام، يعني هو لغاية دلوقتي تعال نتكلم في الريكيرسيف الجوريزم. ايه الريكيرسيف الجوريزم؟ من الاخر الريكيرسيف الجوريزم ده عبارة عن فانكشن بتنهي نفسها. طب ليه بتعمل كده؟ يعني مثلا ايه، تعال اقول لك انا عايزك تكمبيوت مثلا في الكيريال اوف ان، واي من الويز انت تشتغل اتريتيف، هتقول له مثلا الاي بتساوي 1 تمام، وافضل شغال من ال خليها برودكت دي مثلا بتساوي 1، وافضل شغال من ال من الاي لغايه الان وهكذا، وافضل اضرب كل رقم في نفسه. طب هنا انا عملت ايه؟ انا بدات من الحاجه اللي انا عارفها اللي هي ايه؟ اللي هي الفاكتوريال اوف 1 بتساوي 1 تمام، وبعد كده فضلت ماشي احل بيها الحاجات الاكبر شويه اللي هي الفاكتوريال اوف 2 والفاكتوريال اوف 3 والفاكتوريال اوف 4 والفاكتوريال اوف 5. هنا ريكيرسيفلي بقى انا عملت العكس، انا بدات بالمشكله الكبيره خالص، بعد كده فضلت اقسمها لمشاكل اصغر، حليت المشاكل الاصغر دي وتوصلت من حل المشاكل الاصغر دي لحل المشكله الكبيره نفسها. ايه الكلام ده في الاخر؟ هنا انا عندي مثلا فاكتوريال اوف ان، انا اللي انا عارفه المشكله الاصغر منها فاكتوريال اوف ان ماينس 1. عارف ان 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 فاكت ان بتساوي ان فاكت ان ناقص 1، مشكله كبيره حولتها لمشكله اصغر، لسه انا مش معايا حل للمشكله الاصغر دي. تمام، لسه حل المشكله الاصغر مش معايا، بس هوبفولي انا عندي حل بيس كيس لاصغر مشكله خالص، اللي هي مثلا اللي احنا وصلنا لها فوق، اللي احنا بدأنا بيها الالجوريزم العادي ان فاكتوريال اوف 1 ب1، وانا هفضل ماشي انزل لغايه اما الاقي المشكله اللي انا عارف حلها، حلتها ابدا ارد بقى على الحلول اللي فوقيها اللي اصعب منها. تمام، بلاش موضوع البيس كيس ده نتطرق فيه عشان هو موضوع حساس شويه، بس يعني
غالبا معظم الفانكشنز مش كلها عشان ما نزعلش حد، لازم يكون ليها الريكيرسيف، لازم يكون ليها بيس كيس تمام او كلها الصراحه يعني، بس ما عشان الدكتور قال لنا لا فعشان ما يحصلش لخبطه. تمام، ازاي انالايز البروجرام ده؟ ده بالنسبه لي سؤال فاكتوريال، فانا عارف ان انا كل شويه بنده على الفانكشن دي انه ناقص واحد مره. طيب انا عارف ان انا هبطل انده امتى؟ لما الان دي تكون بتساوي واحد. تمام، انا عارف ان الفاكتوريال اوف ان ده هياخد او اوف ان. هنا مشكله صغيره، تعالى مثلا لو عملنا فيبوناتشي. فيبوناتشي مش يعني المفروض الحل الامثل بتاعه ما يبقاش ريكيرسيف بالطريقه دي. ليه؟ لان انا لو بداته بحل ايتريتيف كل اللي محتاجه هحله في او اوف ان تايم، هعمل لوب واجمع اللي قبلها باللي قبلها باللي قبلها. طيب لو بدات بالحل ده، انا عارف ان فيبوناتشي اوف ان بتساوي فيبوناتشي اوف ان ناقص واحد زائد الفيبوناتشي اوف ان ناقص اتنين. هنا بقى حصل مشكله ايه؟ فالالجوريزم الايتريتيف بتاعنا مثلا هيبدا، تعالوا نحلها مع بعض برضو، هيبدا بفيبوناتشي اوف فيبوناتشي اوف 1 فيبوناتشي اوف 2 ايكوال 1 تمام، وبعد كده هيمشي يحسب فيبوناتشي اوف 3. طب فيبوناتشي اوف 3 هتكون عباره عن ايه؟ فيبوناتشي اوف ان بتساوي فيبوناتشي اوف ان ناقص 1 زائد فيبوناتشي اوف ان ناقص 2 عشان ما اطولش في الكتابه يعني. تمام، هنا انا احتاجت امشي لوك واحد، افضل ماشي لوك من واحد لغايه الان واكمل تمام بعد ما حسبت دي. طيب هنا بقى لا، انا كل فانكشن بقول نفس الفانكشن مرتين. يعني ايه؟ ثانيه واحده. تمام، نبص على ال 3 دي بس. طيب دلوقتي انا بادئ من فيبوناتشي اوف 5. فيبوناتشي اوف 5 هتكون فيبوناتشي اوف 4 ومعاه فيبوناتشي اوف 3 تمام. طيب هنروح لفيبوناتشي اوف 3 4، خلينا 4 دي هتكون فيبوناتشي اوف 3 فيبوناتشي اوف 2. لاحظ ان انا عملت كول لفيبوناتشي اوف 3 مرتين تمام. طيب فيبوناتشي اوف 4 قلنا هتكون فيبوناتشي اوف 3 فيبوناتشي اوف 2. طيب يبقى اروح فيبوناتشي اوف 3 اكون فيبوناتشي اوف 2 وفيبوناتشي اوف 1. عرفت الحل بتاعه تمام، هرجع احل فيبوناتشي اوف 3 تمام. عرفت الحل بتاع فيبوناتشي اوف 3 هحل، وعارف الحل بتاع فيبوناتشي اوف 2. هنا انا مش مسايب الحلول بتاعتي، يعني انا هضطر احسب فيبوناتشي اوف 2 تاني، واخد بالك؟ فهنا انا يعني انا ماشي بحسب كل واحده، كل فانكشن بنده على الفانكشن مرتين كمان كل مرة. يعني كل مرة البيرنت مثلا، تعالى نعملها هنا أسهل. أول مرة أنا عندي الروت واحد بس، تاني مرة الروت ده أنا ده على الفانكشن مرتين فبقى عندي اتنين. طيب تالت مرة كل واحدة من الاتنين دي ندهت على الروب مرتين فبقى عندي أربعة. بعد كده كل واحدة من الأربعة دي ندهت على اللوب مرتين فبقى عندي تمانية، وهكذا وبقى عندي 16. فده الكومبلكسي بتاعت الفيبوناتشي لو هحسبها ريكيرسيف هتكون 2 باور ان ماينس 1 تمام. طيب معلش انا اسف، ثانيه واحده. طيب ليه احنا بنحسب الكلام ده؟ احنا عشان بس نعرف ازاي نانلايز الالجوريزم الريكيرسيف. الالجوريزم الريكيرسيف انا بشوف كل فانكشن نادت على الفانكشن اللي قبلها كام، وببدا اعمل حاجه زي مثلا فريمز، او زي مثلا حاجه شبه التري تمام، بس مش كده يعني، بتكون اوضح شويه. مثلا احط 3 هنا كمان، وهنا احط 2 كذا مره. طيب طبعا ده حاجه ان افيشنت خالص ان انا احسب الفيبوناتشي. قلنا لو حسبت الفيبوناتشي اتريتيف احسبه في ان، طب لو حسبته ريكيرسيف احسبه في 2 باور ان. فالريكيرشن هنا يعتبر اوفر كيل. ليه اوفر كيل؟ لان الريكيرسيف بيحل مسائل صعبه جدا. ان انا استخدمه في مساله زي الفيبوناتشي مساله سهله مش محتاجه ريكيرجن، بالعكس الريكيرجن اصلا بيصعبها علينا، لان انا في سب بروبلمز اوريدي ببقى حل. يعني انا مثلا
فيبوناتشي اوف 5، واحد من السب بروبلمز بتاعتها فيبوناتشي اوف 3، طيب فيبوناتشي اوف 4، واحد من السب بروبلمز بتاعتها برضه فيبوناتشي اوف 3، فانا اروح احسب فيبوناتشي اوف 3 مرتين، واخد بالك؟ ف هي هنا مش يوسفل، انا هضطر اعيد نفسي كتير قوي كذا مره وحاجه يعني unnecessary. طيب بس احنا ليه اخذنا فيبوناتشي كمثال؟ عشان بس نشرح نشرح ازاي انالايز الريكيرسيف الجوريثم. طب مش كده التاور اوف انواع، عشان واضح ان دي مشكله كبيره. اخر بيقول لك ايه، انا عندي هنا الحاجات دي فوق بعض، ما ينفعش واحده كبيره تبقى فوق واحده اصغر منها. انا عايز من السورت من السورس اوصل للديستريبيوشن، وعندي اكزوليري ده بحط فيه الحاجات لو انا عايز او لا. طيب تعالوا ايه نشوف هو عملها ازاي. انا عندي هنا اتفقنا تاور اوف انوي، ركز بقى في الريكيرجن. الريكيرجن يعتبر اوفر كل اوفر كل عشان الحته دي بالظبط. بيقول لي هنا ايه، انا هنا عند الان. طيب انا ممكن اروح لان بلس 1 لان ماينس 1 سوري، تمام، واخلي الاي في مكانها والبي البي تروح السورس والسي تروح الاكزيلري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هنا مثلا تعالى هنا السورس، هنخلي دي ABC، تمام؟ لا تعالى نخليها العكس CBA، أخلي الـ A في مكانها، تمام؟ والـ B تروح الـ خلينا مثلا في دي، الـ C تروح الـ C هتروح الـ Destination، والـ B تروح الـ Auxiliary، دي حالة، تمام؟ طيب، هفضل ماشي واحسب كل مره الحاجات. خد بالك ان الريكيرجن 3، يعني انا هفضل ماشي واحسب كل البوسيبل سولوشنز بعد دي، في كل مره اخش احسب كل البوسيبل سولوشن، تمام. بعد كده ارجع تاني لنفس الحته اللي انا كنت فيها. طيب اجرب بقى الخيار التاني. الخيار التاني ايه؟ ان انا اسيب البي هي اللي في مكانها، تمام، والسي ما تروحش للاكزيلري تروح للديستنيشن، والاي هي اللي تروح للاكزيلري، تمام، وهكذا وهكذا وهكذا. بجرب كل البوسيبل سوليوشن حرفيا. فهنا دي فايده الريكيرجن، ان انا اعرف اعمل في سطور بسيطه جدا ان انا اجرب حاجه هتكون صعبه جدا اكتبها ايتريتيف. اتمنى ما اكونش طولت عليكم كده. ان شاء الله هنبدا بنخش في ليكتشر 2 اللي هي الديفايد اند كونكر والبروت فورس. انا معاكم ان شاء الله.